الاختيار بين مقاعد الدراسة وبين التوجه إلى سوق العمل ليس سهلا لكثير من الشبان اليمنيين. تبعات إتمام الدراسة من فقر وجوع كانت أكبر مما يمكن للعشريني سالم عبده تحمله، فاختار العمل على هذه العربة المتجولة لبيع التين الشوكي في العاصمة صنعاء، نشاط يوفر به بعض احتياجاته واحتياجات أسرته. أنا ما قدرتش أكمل الدراسة على سبب معي أسرة تتكون من 10 أشخاص ولازم أن أنا أشتغل. هؤلاء الشبان أيضا تركوا الدراسة في سنواتها الأولى، ظروف كثيرة دفعتهم إلى ذلك. مروان المقرمي واحد منهم. العوز مشكلة أسرية دفعته إلى ترك المدرسة وهو في المرحلة الأساسية والعمل في محل لبيع الملابس. توفير لقمة العيش أولى كما يقول. ايش تخرج من المدرسة بأي طريقة؟ خلاص لما يكون شغل ودراسة أتعقد تكرهت الدراسة. نسبة الأمية في اليمن وصلت إلى 65% جراء الحرب وفق تقرير لوزارة التربية والتعليم بصنعاء. مختصون يحذرون من الآثار والتداعيات المحتملة اجتماعيا واقتصاديا التي ستخلفها الأمية على المجتمع في بلد يصنف الأفقر في العالم. احنا في السنة السادسة من توقف التعليم في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، هذا سينشئ جيل جاهل له آثار متداعية حتى لأكثر من 100 عام. أكثر من 2 مليون طفل تسربوا من المدارس في اليمن، ونحو 4 ملايين طفل آخرين معرضون لخطر التسرب وفق الأمم المتحدة، ما يعني أن مستقبل جيل من الأطفال مهدد بالضياع. أكثر من 17 عاما من الدراسة للحصول على وظيفة، لكن في ظل الصراع وتوقف عمل كثير من المؤسسات بات الحصول على تلك الوظيفة حلما صعب المنال، ما دفع الكثير من الشباب إلى ترك التعليم والبحث عن لقمة عيش. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء.